بتعود الكرة مرة أخرى لحسن كمارا قبل ما تطلع. حسن يرسل كرة، أوهوهو. الله في ليلة المباراة رقم 50 لن يفوت الفرصة لوكا بأن يسجل في هذه الليلة من كرة عرضية، من الكرات الناجحة، من الكرات التي تعرف أين المرمى تماما. لوكا 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 يسجل في مرمى كالياري، يسجل في ليلة المباراة رقم 50 ليحتفل مع جماهيره في هذه المباراة. أوهوهو. الله على راسية، الله على كرة جميلة، كرة وصلت، فرحة اكتملت. كانت الصناعة من حسن كمارا هي الأمارة بأن لوكا سيسجل، سيسجل ويتقدم لأودينيزي في المباراة. يحتفل يطير فرحا بهذه الطريقة ويشعل مدرجات داتشيا. يرجع الكرة مرة أخرى، دافيس دافيس، أوهوهو. ممكن كرة، ممكن جول. الله يسجل رصاصة الرحمة، يذكرهم بتلك الرصاصة التي أطلقوها في مرماهم، يذكرهم بليلة كأس إيطاليا حينما سجلوا في مرمى أودينيزي رصاصة الرحمة. هذه المرة، هذه المرة يطلق الرصاص دافيس ويسجل هدف ثاني يريح كثيرا الألماني رانايتش، يريح كثيرا مشجعي أودينيزي، ويتقدم أودينيزي بالهدف الثاني. شوف التدخل اللي كان من العملاق، مرات الكرة بعد ذلك لكالستروم، مرارها لدافيس، عدى، سجل الهدف الثاني، أطلق رصاصة الرحمة في مرمى كالياري. هوبا، هاتا من الشبكة يا سكوفيت، هاتا من الشبكة يا سكوفيت. يسجل دافيس ويتقدم لأودينيزي في هذه المواجهة وفي هذه المباراة بالهدف الثاني، أول أهداف دافيس في هذا الموسم.